مبادرة قاموا بها الشباب دعم مع هيئة الدعم اللوجستي بقضاء الحي، شوفوا مبادرة حلوة صناديق خلوها بالسوق والناس قامت تجتذب بها، والحمد لله مستمرة فضل الناس، يعني مبادرة حلوة للعوائل الفقراء المتعففة. كان جاي أخذت لي مثل أكثر من علاقة مقابلها، شو نعتبرها فد شيء رمزي من عندي أو خمس، أخلي لي فد علاقتين ثلاثة هنا، وأكو ناس آخر النهار أشوفهم يتفقدون هاي العوائل. يعني الصبح مو تجي تتسوق الناس تذب بيها، تجي يعني الناس من يتسوق، واحد مرات يشتري بوتيتا يذب بيها، واحد يجي مثلا يشتري لحم يذب بيها، واحد مرات يجي دجاج مثلا يجيب بيها سلالة غذائية مثلا تمن شكر، هذا الناس يذب بيها. مرات تصير 200 علاقة 300 علاقة، مرات 100 مو سوى العالم، مرات يجي واحد يحط له مثلا بوتيتاية، واحد يحط له طماطاية، مرات تجي ناس تدفع هواي، لا تدفع على 50,000 100,000، كل شيء يجيبون يذبون بالصندوق، هذا ياخذوه هناك للبيت يوزعوه عن طوب علالي يوزعوه للعوائل الفقراء. شجع كل مناطقنا محافظة واسط الأقضية والنواحي ومركز المحافظة، خلي يشوفون هاي المدينة الشريفة اللي واقفت مو بس بالمواد الغذائية، اكو ناس أكثر من 10 حالات عندنا عجز كلوي وقفة وساعده ووصله مبالغ جدا عالية مرتفعة، وصلت إلى 70 مليون، وكنا سفروهم